منذ عدة أيام قامت شركة وادي قرمات للمقاولات العامة والأعمال المدنية والديكور بتنفيذ وتجهيز أعمال إنشائية وصيانة التكييف والنوافذ بعد أن تسببت في دخول الأتربة، باعتبار أن المنطقة صحراوية ويجب أخذ كل تلك الصيانات في عين الاعتبار لمحطة 66 ببلدة بدر، إضافة إلى الأعمال الكهربائية ومعالجة المياه الناجمة عن التسريبات من سقف المبنى بدلا من النوافذ الأولى. هي كان تركيبها ونهاية تركيبها في 2010، شهر 10 2010 تم تركيبها، وقعدت المحطة على ما هي عليه. في شهر 4 2017 تم افتتاح المحطة وشحنها وتشغيلها وتدخيل بعض الخطوط عليها، واشتغل لمدة 4 شهور 5 شهور، وبعدين حدث شيء ما كناش ما متوقعين، اللي هو نقص الغاز في المحطة. المبنى الآن في طور التجهيز، وتم حل مشكلة نقص الغاز لإعادة تشغيل المحطة، إلا أن المصاعب والمعوقات لا تنتهي، فما زال القائمون على العمل يواجهون مصاعب أخرى. متوقعين في القريب العاجل أن يبوا شغلها، لكن المحطة محتاجة إلى منوبين، إلى مشغلين، إلى مشغلين منوبين للمحطة. المحطة ما فيش من يشغلها، من بيشغلها؟ لا في المحطة الصحراوية، ولا وفروا لها منوبين وشغلين يشتغلوا فيها. إلى حد الآن قاعدة المحطة هيك، رغم أن المحطة جاهزة للشحن وللشغل. المبنى المزود بجميع المرافق من غرفة للمناوب ودورات مياه للعاملين وخزانات علوية وأرضية تحتاج لمشغلين ومناوبين وفنيين بالعمل بها، ما يجعلها خارج الخدمة مؤقتا إلى حين إيجاد حل لهذه الإشكالية.